حوار ودبلوماسية لهما السبيلان الأمثلان لحل النزاع. وقد علمنا أن المحادثات يمكن أن تبدأ صباح يوم غد على الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا. نحن نعمل بشكل حثيث للتوصل إلى مخرج سلمي لهذا النزاع، لأن هذا النزاع يهدد السلام والأمن الدولي. يعني تكرر الإمارات العربية المتحدة أن حماية المدنيين في أوكرانيا ترتدي أهمية قصوى، خاصة مع التصعيد الذي نشهده على الصعيد الأمني. فالأوكرانيون الراغبون في تأمين سلامتهم يجب أن يتمكنوا من أن يحظوا بالحماية، ويتعين كذلك إيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. وبالتالي فهذا الحيز للعمل الإنساني يجب أن يصان، بحيث يمكن العاملون في الحقل الإنساني إيصال المساعدات إلى من يحتاجها. نشدد على أهمية إحقاق القانون الإنساني الدولي والحد من آثار هذا النزاع على من هم الحلقة الأضعف فيه، ونكرر مرة جديدة الحاجة الملحة لاحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ولا سيما احترام سيادة كل الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. وشكرا.